التي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 64 للاستقلال بتنسيق مع المركز الجهوي الدار البيضاء وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الصحة. وتبلغ الحملة غدا إن شاء الله في يومين الأحد والاثنين. الهدف من هذه الحملة هو الشعار ديالها هو قطرة الدم تساوي حياة إنسان. نظرا للمخزون اللي كيعرفوا نقص الحياة اللي كيعرفوا مخزون الدم على المستوى الوطني ونظرا للوباء اللي كيعيشوا العالم وكيعيشوا المغرب كوفيد 19، إذا سأل الجميع أنها دير واحد الأوبجيكتيف أنها توصل لواحد 100 متبرع كل يوم إن شاء الله. حنا بادين دابا في اليوم الأول، العدد كاين الإقبال إن شاء الله مزيان، من الناحية التنظيمية كاين التنظيم مزيان. نتمنى أن الله نوصل الأوبجيكتيف ونوصلوا 100 إن شاء الله اليوم ونوصلوا 100 غدا إن شاء الله. ونتمنى نسلم الجميع المتبرعين إن شاء الله والشكر للجميع المتدخلين في هذه الحملة. نظرا للنقص اللي كتعرفوا الدولة في المخزون ديال الدم، قرر المركز الجهوي لتحقن الدم انه بشراكة مع الجمعيات هنا في تطمليل وليدرز اللي قررنا اننا ننظموا هذا الحدث الكريم اللي خلى بزاف الناس انهم يتطوعوا ويجيوا يعني يشاركوا معنا ويقدموا الدم ديالهم، وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر. ما شاء الله شنو هذه الحملة ديال التبرع بالدم، خصوصا ان المغرب سمعنا مؤخرا كيعاني من الاحتياطي ديال الدم في جميع المستشفيات، خصوصا في هاد الكوفيد اللي كاين وفي هاد المشكل اللي كيعاني منه العالم باسره. قلنا واصلا هذا واجب ديني قبل ما يكون انه واجب انساني ولا ذا، ان ناخذ ونعطيو يكون عندنا واحد المساهمه ولو بسيطه من شي حاجه حنا نعاونوا فيها، وهو انه نعطيو هاد الدم ديالنا اللي يقدر ان شاء الله من القدام ولا يحمي ارواح ولا ينقذ ارواح ان شاء الله. زعما هذا هو كيقولها ديال النيه باش جينا ان شاء الله، والحمد لله هو على حساب كيقولوا احساس، كيكون واحد الاحساس جميل لانك كتعطي كتحاول تساعد بشي حاجه رغم انها شي حاجه اللي كنقولوا من الصحه ديالك ماشي ماديه، واللي تقدر تعاون واحد الناس اللي هما في حاجه، وخصوصا انك كدير واحد الامر اللي ما كتعرفش الدم لمن غادي، يعني كيكون واحد الامر جميل بزاف. شي حاجه في سبيل الله، فهمتي؟ واجب خاصنا نديرو امام الله وصلاح، فهمتي؟ هادشي اللي داكشي على حساب، فهمتي؟ نشوف حتى اش باغي، حنا الحمد لله بغينا نديروها الخير، فهمتي؟ واجب ماشي شي حاجه ضروريه.